يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. أب وأحكام نصائح ووصايا للحجاج والمعتمرين الوصية الأولى أن يخلص الحاج نيته لله تعالى. فعن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه اخرجه البخاري وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلا اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله اعلى فهو في سبيل الله اخرجه البخاري ومسلم وفي روايه عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله اخرجه مسلم وعن سلمه قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به اخرجه البخاري الوصيه الثانيه على كل من اراد الحج او العمره ان يدرس مناسك الحج والعمره على ضوء الكتاب والسنه قبل ان يباشر اعمال الحج ليكون حجه تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى فعن معاويه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اخرجه البخاري ومسلم وعن جابر رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه اخرجه مسلم الوصيه الثالثه على الحاج او المعتمر ان يجتنب المعاصي واعظمها الشرك بالله تعالى قال الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه اخرجه البخاري ومسلم ومما سبق يتبين ان المعصيه من الحاج اما ان تفسد عليه حجه واما ان ياثم بها ولكن هذا الاثم ليس كما لو صدر من غير الحاج بل هو اخطر بكثير فان من اثاره الا يرجع من ذنوبه كما ولدته امه كما يفهم من الحديث المتقدم وبذلك يكون كما لو خسر حجته لانه لم يحصل على الثمره منها وهي مغفره الله تعالى واذا تبين هذا فلا بد من اسداء بعض النصائح والتحذير من بعض المعاصي التي يكثر وقوع الحجاج فيها اولا الشرك بالله عز وجل قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك من اجل ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزاني حليله جارك اخرجه البخاري ومسلم وعن ابي سعد بن ابي فضاله الانصاري رضي الله عنه وكان من الصحابه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جمع الله الناس يوم القيامه ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرك في عمل عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فان الله اغنى الشركاء عن الشرك اخرجه الترمذي فيا ايها الحاج قبل ان تعزم على الحج يجب عليك وجوبا عينيا ان تبادر الى معرفه التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك وذلك بدراسه كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع في كثير مما يقع فيه الناس وهم في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتراهم يتركون دعاء الله والاستغاثه به الى الاستعانه بالانبياء والصالحين فيحلفون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل والله تعالى يقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ثانيا حلق الحاج لحيته للتزين فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهك الشوارب واعف اللحى اخرجه البخاري ومسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين احف الشوارب وأوفوا اللحى اخرجه البخاري ومسلم وفي حلق اللحيه عده مخالفات الاولى مخالفه امره صلى الله عليه وسلم الصريح بالاعفاء كما سبق في الاحاديث الثانيه التشبه بالكفار الثالثه تغيير خلق الله عز وجل والذي فيه طاعه الشيطان في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه ولامرنهم فليغيرن خلق الله الرابعه التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه من الرجال بالنساء فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال اخرجه البخاري وان من المفارقات العجيبه التي يراها الحريص على دينه أن جماهيرًا من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم، فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقوا لحاهم التي أمرهم بإعفائها. ثالثًا: تختم بعض الحجاج بالذهب فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعياده المريض واتباع الجنازه وتشميت العاطس وابرار القسم او المقسم ونصر المظلوم واجابه الداعي وافشاء السلام ونهانا عن خواتيم او عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضه وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج اخرجه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ